رئيس قسم المنشآت الفنية في مكتب الدراسات بالرباط، الاسم ديالو استشارة هندسة وتنمية. إذا سامحونا، كيفاش تم الخطة ديال العمل بالنسبة لهذا المشروع الضخم طبعا؟ اولا هاد الطريق اللي غتربط ما بين شارع محمد السادس والحي الصناعي جات كفكره اوليه لتبسيط الولوج للمنطقه الصناعيه للمواطنين اللي كيقطنوا في هذه المنطقه هذه، حيت قبل كان كيخصهم يمشيو على مسافه 5 كيلومتر و200 متر، وبهذه القنطره هذه ان شاء الله غادي يوليو تولي المسافه تقلص وتولي 600 متر. بالنسبه الان نحاولوا ان نشوفوا التكلفه ديال هذا المشروع خلال استاذ مالك استشاره الهندسه بالعاصمه بالرباط، والان اصبح ان الحي الصناعي الان مشكل هو اكراهات الناس اللي يخدموا لي زوفغيي، يعني كيديهم كار في الصباح، دونك هذه الطريقه تسهل عليهم. بغينا نعرفوا ان التكلفه ديال المشروع على ارض الواقع ما بين طريق يعني الحي الصناعي ومدينه المحمديه باختصار. التكلفه الاجماليه هي 90 مليون ديال الدرهم، طبيعة الحال فيها التكلفة ديال المنشأة الفنية والتكلفة ديال الربط ما بين هذا المدار ديال المحمدية ومدار ديال الحي الصناعي. الحي الصناعي بالنسبة هناك فيضانات، واش فكرتوا ان بحال هذا المشروع اللي عملتوا على مستوى ديال المحمدية، واش ممكن ان القنطرة تكون على مستوى مثلا واد الملح اللي كيفيض بالماء، ممكن تودوا هذا المشروع على مستوى الشلالات لان الشلالات والواد كيفيض، دونك ما كاينش التواصل ما بين ساكن الشلالات ومدينة المحمدية، اشنو الرأي ديالكم؟ وهو إذا كانت غادي تسهل على المواطنين باش يقطعوا واد الملح راه واحد بدا، غير هو حنا ماشي بيدنا خلق المشروع. حنا كمكتب الدراسات ملي كيكون واحد لو بوزوان كنجاوب باش نخدموا، لهذا الله اعلم السؤال كنفضل تجاوب عليه العماله والناس اللي مكونين. نبغي نعرف المده ديال الانجاز. المده ديال الانجاز وقيله والله اعلم 30 شهر، سنتين ونصف. سنتين ونصف ديال هي مده الاشغال ديالكم. واحد السؤال، نعم، هناك غياب وزير النقل، هنا ما كاينش وزير النقل. لا 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 لا، احنا دابا في مدار حضاري وسيد وزير النقل كيدخل بحال كنقولوا حنا مور 60، حنا داخلين دابا حنا داخل 60، هنا كانت الصلاحيه كتكون لا كوليكتيفيتي لوكال هي اللي كتصرف. كتقام بهذا المشروع، شحال تقام المشروع؟ تقريبا 90 مليون ديال الدرهم. 90 مليون ديال الدرهم، كنهضر على القنطره ما كنهضرش على الطريق.